يلتزم الوسط. ومن مراعاة الإسلام المسلمين في شكل الصيام قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فالآية منسوخة في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لأن في الأول كان لما يصوم يبقى يطعم وتعب، لكن هذا العموم نسخ بهذه الآية التي تدل على أن الصحيح المقيم لا بد من الصيام، لا يطعم عنه وهو صحيح المقيم قادر على الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير الهين الذي لا يطيق الصوم، ما يجدش يصوم أو يصوم بمشقة، يعني يتعبه الصيام كثيرا لكبار سنه، ثم ضعف أكثر من ذلك، ضعف عن الصيام، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. فيا معشر الشباب، ارحموا كبار السن وقدروهم ووقروهم وأجلوهم، فإن الله يحب ذلك ويثني عليه خيرا كثيرا. فإذا رأيتم الكبير فارحموا ضعفه وأكبروا شيبه وقدروا منزلته وارفعوا درجته وفرجوا كربته، يعظم الله لكم الثواب ويجزل لكم به الحسنى في المشرق والأمام. يا معشر الشباب، ما كان للكبار من الحسنات فانشروها. هل نحن كذلك؟ نبحث عن الهفوات لننشرها؟ أم إلى كل شيء خير أخلي مضمون؟ أين نحن وأين توجيهات الإسلام؟ استفيدوا من هذا التوجيه. يا معشر الشباب، الحقيقة مش الشباب، الجميع حتى الشباب، ما كان للكبار من الحسنات فانشروها واقبلوها واذكروها، وما كان من السيئات والهنات والزلات فاغفروها واذكروها. يعني إذا سامح، فإنه ليس من البر إظهار زلة من أحسن إليكم ظهرا. وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون ولو بالكلام الطيب. وليس من الشيم النبيلة إعلان هفوة من كان سبب مالك من خير، وخاصة الوالدين. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أف ولا تنهرهما. أعظم الكلمات أف. أف عبر عني مش ما بغيتي. فلا تقلهما أف الوالدين. هز كتابك صدع فيني، مش ما كان غير انا، هو تاع فلان على اخر او على فلان اخر. سبحان الله، هذا كله داخل في أف. فلا تقلهما أف ولا تنهرهما. يا الله، هذه كثر من اش بغيت تعمل فيها؟ صدع فيني الوباء ولا الجد ولا الخو ولا العم. شوف انا اقول هذا لانني كان عرفت الواقع الاجتماعي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما
فلان؟ قال ما خطبهما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى رجلا فقال ربني لما انزلت الي من خير فقير. الايتان كما شرح الله في سوره القصص وهي سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيره الخلفاء الراشدين من بعده. بالنسبة للعقائد الأنبياء كلهم فيها سواء، إنما
ما يوصل سن الهرم اللي عجز اللي ما قدر عليه حاجة اللحوة. هذا عمر قلت وقل بملء فيك هذه هي تنمية الرسول وهذا هو الدين الخالد. هؤلاء هم المسلمون حقيقة. هذه هي التربية الإسلامية. هذا هو الإسلام. كم يوجد في المسلمين من لا يهتم لا يمثل الإسلام. ممكن يكون عنده ولا واحد صغير ولا كبير مسؤول ولا غير مسؤول عنده ولا فقير واحد لا يمثل الإسلام. هذا الذي سيمثل هو الإسلام. وهذا الموقف من عمر هو مواقف شعب الرحيم. كل المسلمين مسلم يكونوا كذلك وكل حسب استطاعته بماذا؟ ينفع بالمال، ينفع بالنصيحة، ينفع بالعلم، ينفع بالتوسط له في قضاء حاجة حواليه وهكذا. اتقوا الله غير الله في والديكم وكبارهم واعرفوا لهم قدرهم وأعطوهم حقوقهم التي جعلها الله لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ورب الخلق أجمعين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن صحابته نور البيان وعن تابعين له وتابعين بإحسان وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، والمسؤولية والحرص على خدمة المواطن وجعلها فوق أي
وانصر اللهم مولانا امير المؤمنين وحامي حرمة الدين صاحب جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، واصلح به وعلى يديه واحفظه مما حفظ من سبع مدارج والقرآن العظيم، واذن فخرا وملاذا لهذه الامة التي يقود سفينتها بالايمان وعزم وتوسل ويقين، وكله جرح واقية محبس ومطلوب. اللهم اقر عن جلالته الولي عهده صاحب السمو الملك الامير جليل ولي الحسن، وشد عرضه بشقيقه صاحب السمو الملك الامير سعيد ولي رشيد، واحفظه في كافه اسرته الملكيه الشريفه. واشمل اللهم بواسع العفو وجميل فضلك وكريم احسانك الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس، اللهم اكرم مثواهما وطيب ثراهما واجزهما الجزاء الاولى الاوفى على ما قدم للبلاد المسلمين من اعمال جليله واجعلهما في مقام صدق مع الذين انعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اتنا في الدنيا لا تكرمنا.